بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم بنحتفل بعيد تقدمة الرب يسوع إلى الهيكل. أشخاص كثيرين وكثيرين جدا انتظروا مجيء الرب يسوع، انتظروا مجيء المسيح، انتظروا مجيء المخلص. فاحنا نذكر اثنين منهم. الشخص الاولاني هو زكريا ابو يوحنا زكريا، بيقول لنا الكتاب المقدس: وفيما هو يرفع البخور في الهيكل جاءه ملاك الرب وقال له: لا تخف يا زكريا، لا تخف يا زكريا، استجيبت طلبتك. لو احنا سألنا نفسنا النهاردة، يا ترى ايه هي طلبة زكريا؟ اني الله يعطي له نسل، مش بس، ولكن طلبة زكريا مش بس انه الله يعطي له ابن او يهبه نسلا، انما كانت طلبة زكريا من أجل أن يرى خلاص إسرائيل، خلاص الرب، أن يرى خلاص الرب. يجي الملاك وأول كلمة يقولها له: لا تخف يا زكريا، استجيبت طلبتك. إخوتي وأخواتي الأعزاء، قد نصلي من أجل أشياء كثيرة، قد نطلب أشياء كثيرة، ولكن ننسى تماما ما قاله الرب يسوع في بستان الزيتون في صلاته: يا رب، إن شئت أن تعبر عني هذه الكأس، ولكن لا تكن إرادتي بل إرادتك. صدقوني، في صلاتنا، في طلبتنا، وبنيجي من أماكن بعيدة وبنطلب بشفاعة القديسة ريتا، بس بعد ما نطلب: يا رب، أنا طلبي ده وأنا في احتياج لده، لكن في النهاية يا رب ما تراه عيناك، ما تراه أنت، لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا. هذه فعلا صلاتنا المسيحية، لابد بل بالعكس ولازم تكون صلاتنا على هذا المنوال. صلاتنا هي موافقة أو متفقة مع إرادته هو، مع إرادة أبونا الذي في السماوات. الشخصية الثانية هي شخصية سمعان الشيخ، وكلمة شيخ في الكتاب المقدس هو الشخص المسن الكبير الطاعن في السن. سمعان الشيخ قاعد في الهيكل فترة طويلة جدا من السنين ينتظر خلاص إسرائيل، وكانت كل صلاته أن يرى خلاص إسرائيل، خلاص الرب لإسرائيل. وبعد كده يشوف كده من آخر الهيكل دخلة شابة يظهر عليها التقوى والبر والإيمان، ومعها واحد وشايلين طفل صغير. الروح القدس يتكلم داخل سمعان الشيخ: سمعان، تقدم يا سمعان. أتقدم أروح فين يا رب؟ حبيبي، الوعد بتاع زمان اتحقق، الوعد اللي أنا كنت وعدتك بيه اتحقق دلوقتي. الشابة اللي داخلة دي، الشابة اللي رايحة الكنيسة دي، الشابة اللي جاية من آخر الهيكل لحد فعلا مقدمة الهيكل هنا، هي دي من تحمل خلاص الرب، من تحمل خلاص الرب. يعني أتقدم يا رب؟ ما خافش يا رب؟ أتقدم يا سمعان، أتقدم. كأن سمعان لسان حاله المسكين يقول لمريم العذراء: معلش، ممكن أشيل الطفل ده؟
ممكن أحمل هذا الطفل؟ تقول له آه طبعاً اتفضل، بس عم سمعان أرجوك، الطفل ده يختلف عن أطفال العالم كلها، ده مخلص البشرية، ده فاد العالم. يقول لها على فكرة أنا عارف، أنا عارف. ليه بقى عارف؟ كان سمعان الشيخ تبع 70 شيخ آخرين، يعني 70 شيخ من ضمنهم سمعان ده اللي بيترجموا الكتاب المقدس، وجات قدام عينيه الآية اللي في سفر أشعياء النبي في العهد القديم اللي بتقول إيه؟ ها أن العذراء تحبل وتلد ابنا يدعى اسمه عمانوئيل. فجأة كده سمعان الشيخ التقليد اللي بيقول لنا كده ساب الريشة بتاعته على جنب وبدأ يتساءل، كيف أن عذراء تحبل؟ عذراء ده مريم العذراء في البشارة لما الملاك يقول لها لا تخافي يا مريم إنك تلدين تحبلين وتلدين ابنا يدعى اسمه عمانوئيل، تقول له كيف يكون هذا؟ بتتساءل كيف يكون لهذا وأنا لا أعرف رجلا؟ نفس التساؤل تساءل فيه سمعان الشيخ، كيف أن عذراء وتحبل؟ فيظهر له ملاك الرب ويقول له اكتب يا سمعان، ها أن العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل، وأنت لا ترى الموت إلا إن بعد تعاين مسيح الرب، لا ترى الموت قبل أن تعاين مسيح الرب. فبمجرد ما مريم العذراء والقديس يوسف يقدموا الطفل يسوع للهيكل، سمعان الشيخ يحمل الطفل يسوع على ذراعيه ويقول الآن يا رب، الآن يا رب تطلق عبدك بسلام لأن عيناي قد أبصرتا خلاصك. صدقوني لو الصوت ده ليا النهارده، لو الصوت ده ليا النهارده إني أنا هنطلق في هذه اللحظة، هنتقل في هذه اللحظة، يمكن أقول له طب يا رب اديني لحظات أروح أودع أهل بيتي، اديني لحظات أرتب أورائي، اديني لحظات أودع الناس اللي بحبهم. لكن سمعان الشيخ كأني بيقول لسان حاله، أنا اتفطمت عن العالم، أنا اتفطمت عن الدنيا. ليه؟ ليه؟ لأنه أنا دلوقتي ما بين ذراعي يمين رب الأرباب وملك الملوك، ملك الملوك ورب الأرباب، أنا أحمله ما بين ذراعي، أنا أحمله ما بين إيدي، فبالتالي أنا مش محتاج حاجة من العالم، مش محتاج حاجة من الناس، مش محتاج حاجة من الدنيا. فالنهاردة حتى في القداس اللاتيني الصبح مع بداية القداس في الطقس اللاتيني أشعلنا الشموع، وفي صلوة معينة صليناها، ففيما معناها إنه يا رب النهاردة النور الحقيقي في الهيكل يسوع ما بين ذراعي سمعان الشيخ، يا رب اجعل منا نور حقيقي ينير العالم، اجعل منا ملح حقيقي يعطي طعام أو يعطي طعم للعالم. ما كانش يسوع دعانا من الأول أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم، يعني العالم يا رب محتاج للنور ده، يعني العالم النهاردة محتاج للملح ده، لأن العالم محتاج الطعم، محتاج أن نديله طعم. وأحد الآباء القديسين بيقول إيه؟ إن عالم اليوم، إن عالم اليوم لا يحتاج إلى معلمين
ولا يحتاج إلى وعاظ ولا يحتاج إلى مرشدين، إنما يحتاج إلى شهود. إنما يحتاج إلى إيه؟ شهود. وإن نظر للمعلمين والمرشدين لا لأنه وجد فيهم معلمين، إنما وجد فيهم شهود. إخوة الأعزاء، العالم النهاردة صدقوني مل الوعظ، العالم النهاردة مل حتى الصلاة، العالم النهاردة ثقوا تماماً لو القداس طول إيه ده؟ أبونا طول النهاردة. لو الوعظة طولت أبونا طول النهاردة. لو الوعظة أثرت لا أثر النهاردة. صدقوني كله مل الوعظ، مل الإرشاد، حتى الصلاة كدنا العالم يملها. فالعالم النهاردة مش محتاج لا لوعاظ ولا مرشدين، إنما يحتاج إلى شهود حقيقيين. ده قول يسوع لتلاميذه، وقول يسوع لكل واحد فينا: أنتم تكونون لي شهوداً. النهاردة العالم محتاج شهادة، العالم محتاج فعلاً حد فعلاً يظهر اسم يسوع ما بين العالم. أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. من أبونا زكريا إن حتى ولو صلينا لصلوات وطلبات كتيرة ولكن الله يتأخر، ثق تماماً. أبونا زكريا النهاردة بيدينا المثل: قد يتأخر لكنه إيه؟ يستجيب. يستجيب ليه؟ لأن فعلاً ساعته هو تختلف عن ساعتنا إحنا، وقته هو يختلف عن وقتنا إحنا، أفكاره ليست كأفكارنا. النقطة الثانية اللي هي بالنسبة لسمعان الشيخ: سمعان الشيخ ينتظر مجيء الرب، يحمله على ذراعيه. احنا النهاردة في كل مرة نتناول فيها جسد ودم الرب بنحمل يسوع في داخلنا، بنحمل يسوع جوانا، فنحن نكون مطالبين بأن نظهر يسوع للعالم، بأن نعطي يسوع للعالم، بأن نعطي النور الحقيقي الذي بداخلنا للعالم. كل سنة وحضراتكم طيبين. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين.